لم يتوقع أحد أن يصبح طرزان رئيساً لبلدية مقديشو. كان طموح الرجل السياسي يرمي إلى منصب في لندن. محمد نور أراد أن يكون مستشاراً في المجلس المحلي تحت راية حزب العمال، ولكنه تلقى في يوم من الأيام اتصالاً من الرئيس الصومالي الذي عرض عليه منصب رئاسة البلدية في العاصمة الصومالية في فترة كانت فيها حركة الشباب تسيطر على نصف مقديشو. طرزان يدير اليوم أكبر الموارد المادية في البلاد، ما دفع البعض إلى اتهامه بالفساد. أترك الحكم للناس، أنا لست فاسدا بل أحارب الفساد. التاريخ سيدون أفعالنا. هو يدرك بأن الأعداء كثر بسبب أهمية المنصب. أتذكر عندما كنت مع عائلتي أخبرتهم عن موافقتي على شغل المنصب الذي قد يعرضني للخطر. طلبت من زوجتي أن تحضر أطفالي على سماع خبر اغتيالي من التلفزيون. لقد هيأت عائلتي على تقبل هذا الوضع. على كل حال، كلنا سنموت يوما ما.